أولا شكرا سي يونس الاستضافة باش الفرصة اللي تحت لنا باش نتكلموا على المفاجأة اللي وقعت في منطقة إنجيل. وأولا نقدم تعازي الخالصة لأباء وأصدقاء وعائلة الشابتين لويزا ماري. سي بشير، طبعا هذه الفاجئه هذه اللي كيستنكروها جميع المغاربه، واللي هي فاجئه طبعا ما كانتش منتظره، واللي وقعت على ايادي يعني غاشمه ديال داعش لينا في البلاد. يعني كيفاش كتشوف الان يعني هذا الغدر اللي وقع له لهذ السائحتين الجميلتين يعني الشابتين اللي جاوا من الدنمارك والنرويج اللي تعرفوا على البلاد وما عندهم حتى شيء انا قولي جمال في مسائل اخرى وغدروهم؟ يعني هل هناك تداعيات بالنسبه للسياحه الجبليه في الاطار؟ باسمي وباسم كل المرشدين السياحيين والمؤسسات اللي كتعتني بالسياحه وباسم المغاربه والهولنديين، استنكر كل اعمال العنف والارهاب في المغرب وفي العالم. هذه فاجئه كبيره اللي وقعت في المنطقه ديال إنجيل، والناس الابرياء اللي تيمشيو تيقصدوا الاماكن الجبليه للراحه للبعد عن ضجيج المدن، هما الناس كيحبوا السلام، والناس اللي كيمشيو للجبل وكيمشيو للصحراء وكيمشيو في العالم ما عندهم حتى شي علاقه بالإرهاب وما عندهم حتى شي علاقة بالسياسة اللي كاينة في العالم، لأنهم الناس أبرياء، الناس بعاد عن السياسة، الناس اللي كيستنكروا العنف في العالم. إذا هل هناك تأثير حول القطاع يعني السياحي الجبل؟ كيفاش تلقيتي بعض الرسائل بعض الهواتف أو الاتصالات بخصوص لما كان عندك يعني اعتقد في شهر يناير رحله على امليل وتبقال؟ لان في اول مره كانت يعني صدمه، وتلقينا رسائل، تلقينا هواتف من زبناء ديالنا، يعني تيسألوا على الأوضاع الأمنية في المغرب وفي المناطق الجبلية، ولهذا يعني كل المواعيد اللي كانوا عندنا مع الزبناء أنهم يعني وقفوا كان جمود، يعني كانت صدمة، يعني حتى واحد ما عرف شنو غادي يدير في ديك الوقيته. كنا حنا الزبناء المؤسسات يعني كنا تنتظروا اشنو غادي الاخبار اللي غادي تجينا من المغرب، اخبار اللي غادي تجينا من السلطات الامنيه من المغرب، النصائح اللي غادي تعطيها السفارات الحكومه الهولنديه وزاره الخارجيه. ومن بعد ذاك الشيء يعني كان واحد الشكل ديال الهدوء، يعني الناس بقاو تيفكروا بواحد العقلانيه، يعني تيقولوا بلي هالشيء راه وقع في العالم ماشي غير في المغرب. نعم، وما غاديش يخوفونا هاد الناس باش نمشيو للمغرب، باش نمشيو، لان عندنا ثقه في الامن ديال المغرب، عندنا في السلطات الامنيه في المغرب. بالمناسبه نشكر كذلك الناس السلطات المغربيه اللي في ظرف 72 ساعه لقاو القبض على المجرمين. اذا هذه تحيه من هذا المنبر الى السلطات الامنيه في البلاد، وبالخصوص اللي يعني كتضرب بايادي من حديد بخصوص هذه المسائل داعش. حقيقة كنشكروا السلطات المغربية، كنشكروا الناس ديال إملي اللي وقفوا بمرصاد وساعدوا وعطاو معلومات،
وكنشكروا حتى المغاربه المواطنين المغاربه اللي التضامن ديالهم والغيره على البلاد ديالهم. يعني ما تنساوش لا فين هذا يعني هذا تحصل الحاصل هذا واقع واقع معاش في المغرب لانه وقعت واقعه وكان هناك اقتحام ديال الشعب ضد الداعشيين وضد الارهابيين وضد كل من سولت نفسه له نفسه باش يقتل شي واحد بدون يعني اي حجه. اذا كذلك اكرر على ان يعني البلاد راه ماشي سايبه رغم المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه هذا اليوم، ولكن البلاد ماشي سايبه باش يجي حركه داعشيه دخيله على المغرب ويعملوا ما بغاو. اذا تحيه من هذا المنبر كذلك مره اخرى لكل من ساهم من سلطات من مواطنين من يعني محققين للقبض على المجرمين من هذه اولا، كذلك لاعطاء ولو نظره للراي العام الدولي على ان راه ما كاينش سيبه في المغرب، وكذلك على ان الامور طبيعة الحال نحن نتاسف لهذه الواقعه، ولكن هذا هو تحصيل الحاصل. يعني هذا وقعت. اذا بغيت نطرح لك واحد السؤال، يعني في ظرف يعني سنوات اللي قضيتها في هذه السياحه، شحال من هولندي وانت انا نعتبرك كسفير حقيقي للمملكه المغربيه للبلاد، لانك انت كتدي مستثمرين كتدي سواح للبلاد، انت كتخدم عمل يعني جميل جدا ورائع. بغيت نعرف شحال من هولندي او بلجيكي مشاو معك لمنطقه التنميل والتوقيع. يعني واحد العدد كبير ديال الهولنديين والبلجيكيين اللي ديتهم المنطقه ديال تبقال، يعني كيتعدى 1000 سنه. وانني بديت انا في 95 يعني اللي بديت كمرشد سياحي، يعني الوف السياح اللي دينا، ولكن في الفتره الاخيره يعني كتعدى 1000 سائح، خصوصا منطقه ديال امليل والنواحي ديال تبقال. اذا يعني كان الشغل ديالك محصور على جبل الاطلس انطلاقا من مراكش طبعا، كيفاش كتشوف السياحه المغربيه خلال يعني ثلاثه او اربع او خمس سنوات الماضيه؟ يعني السياحه المغربيه في السنوات الاخيره انها تطورت كثيره، يعني زاد العدد ديال السياح في المغرب، يعني ما بقاوش مقتصرين غير على المدن الثقافيه مثلا فاس، مكناس، الرباط، مراكش، يعني تيمشيو حتى الجبال والصحراء. يعني اذا بمعنى اخر انت ربيتي واحد الثقافه، يعني ثقافه سياحيه، ثقافه يعني مغربيه لدى الاجنبي وبالخصوص البلجيكي والهولندي للتعريف بما يزخر به المغرب من جماليه ومن ثقافه ومن يعني تعايش وسلم وسلام. يعني نقولها وحنا راسنا مرفوعه على ان واخا هذه الواقعه انها لا تحصرنا زعما باش ما نقوموش بالسياحه او لا هذا العمل الداعشي انه لا يرهبنا، فنحن يعني انت مازال تزيد تخدم في القطاع ديالك وتجيب يعني السواح. انا مشيت معكم يعني مع السواح ديالك اللي تقال ولي امليل وشفت بعيني، يعني ما بغيتش الان انا كنعمل معك السجوة، ولكن شفت بعيني على ان هناك واحد التعايش وشيء جميل جدا. يعني في 4 ايام شفنا اللي ما كيتشافش يعني ولو تقضيت ما يمكن 10 سنين. اذا شنو هو البرامج انت اللي الان مع هذه الصدمه يمكن لك تسوقها باش تستمر في جلب السياح للمغرب ولمنطقه امليل وتبقى؟ انا كنت نحاول دائما نعطي الصوره الحقيقيه للمغرب، يعني تعايش السياح مع المغاربه، تنجيب السياح تنديهم للمغرب تنديهم العائلات وتياكلوا عندهم تيباتوا عندهم
يعني هنا عندهم احتكاك المباشر مع السكان. يعني هذا السائح اللي كيمشي كنديه للمغرب وعنده احتكاك مع السكان، كيمشي عند السكان، كيبات عندهم، كياكل عندهم، وكيمشي للمناطق الجميله، يعني كيربي واحد العلاقه، واحد الصداقه او واحد الاخوه مع ذوك الناس. يعني لهذا مهما وقع يعني الواقعه، يعني هذا السائح عنده واحد الحب للمغرب كانه الوطن ديالو الثاني. وهذا الشيء اللي تنشوفوه مور هاد الحادثه اللي وقعت، ان الناس تيتصلوا بينا، تيصيفطوا لنا رسائل، وتيجيو عندي حتى المكتب ديالي وتيقول لك بشير حنا معاك، وحنا تنبغيو المغرب، عندنا ثقه في المغرب، ومازال نمشيو معاك للمغرب. طيب انا كنشوف يعني رساله اللي الان عندي رساله اللي هي من المراسلات اللي تلقيتيها او اللي بعثتيها للزبناء ديالك، كتقول لهم على ان هذا الحدث وقع في المغرب، واش وقع يعني على شكل اخبار كتخبرهم بالحاله اللي عرفتها انجيل بالمغرب. اذا هذا ليش؟ لا، لان احنا يعني عندنا قوانين في هولندا، يعني من حق المواطن الهولندي انه تخبروا اشنو كيوقع في المغرب. يعني خصنا نكونوا صراحه باش يختار، يعني نكونوا صراحه بكل حريه، راه وقعت هذه، ولكن حنا في جانبكم، حنا غنحميكم، السلطات المغربيه يعني قائمه بالواجب ديالها، يعني ولكن خصنا نخبروا هاد الناس هادو من حقهم. طيب الى يعني بغيت نسالك حول يعني الفئه العمريه اللي مشاو معاك المغرب، شنو هو النوع ديال السواح اللي مشاو معاك؟ يعني انا كنعرف ممكن من الناس او الوكاله ديالك ما كتستقطبش جميع انواع السواح، يعني السواح ديالك من السواح اللي كنسميهم السواح ديال الجولف، السواح ديال يعني بهذا المستوى هذا، يعني هوت جام هوت جام، انت ما كتديش اي سائح. يعني بغيت تعرف كذلك المشاهدين معك، يعني شنو هو النوع ديال السواح اللي مشاو معك؟ يعني انا من خلال الخبره اللي عندي والعلاقه اللي عندي مع الناس في المغرب، يعني اختارت ذاك النوع ديال السواح، لان ذاك النوع ديال السواح ماشي من السهل انك تديه للمغرب. دونك عندي الناس اللي يعني تيبغيو ثقافه، ماشي الناس اللي تيبغيو مثلا يعني خمسه نجوم ويجلسوا يعني يمشيو يعوموا في المسبح، لا. يعني السواح ديالي اللي تيبغيو يعرفوا على المغرب، يعرفوا الثقافه المغربيه، يعرفوا حتى السياسه المغربيه، يعني السواح اللي باغيين يعرفوا على المغرب. إذا فهمت كذلك كانت هناك يعني ما يسمى بالروتاري كلوب مشاو معاك. يعني ناس أغنياء كبار من هولندا وبلجيكا مشاو معاك لمنطقة الجيل، وكذلك مشاو معاك لتركان. يعني شنو هو الفرق ما بين هذا النوع ديال هذا السواح وكذلك السواح العاديين اللي كيبغيو يمشيو؟ لا حقيقة كما تسموها الكلوب مشى معايا للمغرب، وكثر من هذه كانوا دبلوماسيين معايا، يعني مشاو معايا للمغرب بينهم سفراء. اذا انا ما غلطتش لا ما سافر احسن من بعض السفراء عندنا في هذه البلاد. ما غلطتش، يعني كانوا معنا يعني سفراء اللي مشاو معنا، مشاو معايا، ومن بينهم يعني سفيره هولندا في الرباط، كنشكرها على الثقه اللي دارت فيا، ومشات معايا للجبل، مشات معايا للمنطقه ديال ايت بوغماز. ما وقع لها والو دارت معايا 4 ايام ديال المشي في الجبال. يعني هنا باش تعرف ان سفيره كتمشي معك وتدير فيك الثقه وتدير الثقه في الامن المغرب وتتمشي تمشى في الجبل، يعني ماشي مسهل. يعرفوا هذه المسائل هذه، لان المغاربه ما عارفينش على ان السفراء والسفيرات اللي عندنا في الرباط على انهم يعشقون الوطن بما فيه الجبال. اذا هذه مسائل اللي هي جميله كيقوم بها السي بشير الفيلالي. وكنشكر يعني السلطات المحليه والاداره العامه اللي وقفت معايا، يعني بكل صراحه انه وقفوا معايا
كل ما تكون عندي شي دبلوماسي تيدخل لمراكش تيستقبلوا معاك يساعدوك ديال بصح ولا خوفنا على الدبلوماسي؟ لا 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 لا, لا, لا يعني بغينا نعرف واش يخافوا على الدبلوماسي ولا فعلا كيساعدوا السي البشير الفلاني باش ينمي العمل ديالو, لان كل واحد كيدير المجهودات ديالو في المغرب كيدير الواجب ديالو. يعني مين تتشوف ان تتنزل لمراكش تنزلوا ناس مهمين في مراكش تيديوهم يعني الغرفه ديال الاستقبالات تيوجدوا لهم اتاي والحلويات يعني كملك يساعدوا تيساعدوا تيبقى الاتصال كل يعني الى بقى سائح اسبوع في المغرب تيبقاو معاك في الاتصال كل اسبوع. لهذا انا تنقول دائما انا عندي الثقه كامله, لان شفت كيفاش تيجاوبوا معايا كيفاش تيتعاملوا معايا كيفاش تيساعدوني. طيب طيب في المغرب طيب. ولكن اذا كان هذا الامر كذلك انا بغيت لان من خلال بشير الفلالي انا اتكلم كذلك عن المرشدين الاخرين اللي كيساهموا في تنميه البلد سواء من فرنسا من اسبانيا من امريكا من المغرب نفسه. يعني من خلال بشير الفلالي بغينا نقولوا باللي اودي السياحه راها بخير على خير, على ان هناك مجهودات كتقوم بها السلطات الى اخره. ولكن على اثر هذه الفاجعه هذه فاذا كانت هناك ازمه شنو يمكن يقول السي بشير الفلالي من خلال جميع المرشدين بخصوص السياحه الجبليه للمسؤولين لوزاره السياحه والمكتب الوطني للسياحه؟ شنو تنقولوا دائما ان السياحه دابا تتنمى تتكثر والعدد ديال السياح تيكثروا, لهذا خصنا تكون ان واحد السياحه منظمه, خص يكون الحذر, خص تكون المراقبه. يعني ما تنقولوش من قبل ما كانوش يهتموا, لا, يعني دابا كثروا العدد ديال السياح اكثر. وخاصني الا تكلمنا على امنيل ان من قبل 15 سنه قبل ما تيمشيو 20 ولا 30 سائح يتمشاو في الجبل ويطلعوا لجبل توبقال, لان تما كان عندنا الناس كانوا عارفين شكون اللي تيطلع شكون اللي تيهبط كل واحد تيراقب. اما دابا الناس ديال امنيل ما يقدروش يراقبوا اي واحد, والمركز ديال الدرك الملكي ما يقدرش مثلا 300 ولا 400 واحد اللي طلع تلقى. ولهذا يعني كان اقترحوا ان يكون عندنا واحد المركز في امليل للمراقبه, يعني يشوفوا شكون اللي يدخل الامليل شكون اللي يطلع للجبل. اي واحد يدخل الامليل خصو يسجل, سواء كان مرشد سياحي خصو يسجل العدد ديال السياح ديالو ويؤدي بالواجب, يعطي يعني معلومات مثلا يسجل الاسم و المعلومات ديال السائح وديال المرشد. وكاين الناس طيب على غير هذا السي البشير الفلالي, يعني لما انا طلعت لتبقال مرورا بامليل ومرورا بارمد, فخلال يعني أربعة وخمسة أيام يعني انطلاقا طبعا من مراكش في منطقة إمليل وبالريفوج وب يعني كل ذاك ديال 4167 متر ما كاينش ولو مركز واحد للأمن ولو مركز واحد للقوات المسلحة ولا للدرك الملكي. أنا كنشوف من هذا الباب نقولوا بصراحة لأن حفاظ على البلاد واش ماشي هذا تقصير في امن السياحه الجبليه؟ نقدروا نقولوا تقصير لان مور ذاك الرحله اللي درنا معكم داروا واحد مركز ديال الدرك الملكي في املي راه كاين ولكن ما كافيش. حنايا كما قلت لكم تنقترحوا ان يعني في ديك الخرجه ديال ارمد, يعني الناس اللي تعرفوا ارمد باش تطلع لتوبقال خص يكون تما واحد المرور. مرور مزماروش يعني مزماروش لان كاين واحد المرور كاين واحد الممر واحد المضيق ان تما خص اي واحد يتسجل. ما تنقولوش ما نقدروش او لا ما عندناش المؤهلات. انا في 98 مشيت للنيبال. نيبال دوله فقيره ولكن اي دوار كتدخل له خصك تجيب تسجل واش رجعت ولا ما رجعتش, وخصك يعني تخلص واحد القدر
باش يعيشوا بعدا باش يعيشوا دوك الناس ودوك الخدام. احنا علاش ما نديروش هالشي في ارمد مثلا قبل شمهاروش، نقدوا واحد الانسان من البطاله، نهزوا واحد جوج ديال الدراري من ارمد نديروهم تما، نوظفوا بعدا الشباب، نشغلوا الشباب، نشغلوا اي واحد يطلع للتوقال يودي بالواجب، وذاك الواجب نخلصوا دوك الشباب ونعرفوا شكون اللي راه تيطلع وشكون اللي تيهبط. طيب سي بشير فلالي، الحقيقه يعني هذا الموضوع اللي احنا الان كنعالجوه من زاويه الخبر، يعني حول اغتيال ديال جوج ديال السائحات لويز ومارين وذبحهم وتقطيعهم بواحد الطريقه يعني بشعه اللي استنكرها المغاربه وكل من له قلب ينبض، يعني ما يمكنش الواحد يقبل هذا النوع من الارهاب، هذا النوع من الداعشيه في البلاد مهما كان الامر، وخا يكون حتى على مغاربه لعساك هاد الاجانب، ونحن شعبون مضياف وشعبون معروف بالتسامح الى غير ذلك، رغم المشاكل اللي عندنا ورغم اختلاف الايديولوجيات ورغم السياسات الى اخره، لكن نبقى في هويتنا على ان المغرب جميل، المغاربه زوينين، وهذا غير مقبول، ما وقع في إمليل غير مقبول إطلاقا.